كرمت هيئة الإمارات لسباق الخيل أبطال النسخة الثانية من الموسم المنقضي من سباقات الخيل الإماراتية في متحف شهد الحفل الذي يقام للمرة الثانية تتويج خالد النبودة بجائزة بطولة الملاك، وتاج أوشي بجائزة الفرسان، ونال دوغ واتسون جائزة المدربين، فيما نال مارسيلينو رودريغيز لقب الفرسان المتدربين، وسام هاتشكوت جائزة بات سمولن لأفضل أداء بالموسم، فيما نال اي اف البحر جائزة بطل الفحول العربية الأصيلة وجائزة النجم الصاعد، وفاز بها سلطان الجهوري، ونال اي اف البحر جائزة بطل الفحول العربية الأصيلة، وحمد المرر جائزة المدرب الصاعد.